اوه بص، اللعبة فظيعة اوي دي، شكلها حلو جدا جدا جدا. خلية النحلة، حاول بقى ان احط ايدي كده تعمل جامد جدا، وتقعد ترتعش بقى اساس النحلة اللي ورا دي هتاكلني. واو شكلها لعبة جامدة جدا جدا جدا. اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده بقى اجيب لكم معايا لعبه جامده جدا جدا. النحله بقى شيء فظيعه متعصبه قوي دي، نحاول ان احنا بقى ايه ناخد النحله الايه العسل منها بتاعها من غير ما هي تاخد بالنا وبالها، وتقوم جاي ايه مهاجم علينا وعطانا. طبعا انتوا عارفين قرصه النحله بتبقى صعبه جدا جدا جدا، عشان كده احاول ان انا اتفاداها على قد ما اقدر. الله شكلها لعبه حلوه جدا. بصوا هنا اول صوره معانا، بحاول ان انا احط ايدي في خلية النحل واجيب بقى العسل، لكن النحلة لو هي حست بيا لازم احط ايدي بالراحة جدا عشان ما تجيش تقرصني. الله شكلها لعبة حلوة جدا ومشوقة قوي. بصوا بقى هنا ايه، النحلة بتنزل بقى تيجي عشان تقرصه، بيجيله بقى ايه بيتخض بقى جدا وبيخاف قوي عشان النحلة قرصتها صعبة قوي. واو ممكن نلعب بقى بيها في نحلة اطفال فوق السن 4 سنين، ممكن نلعب بيها من 2 لـ4 لعيبة. الله نفتح بقى نشوف المكونات بتاعتها عبارة عن ايه. بابا بص بقى هنا، ده الكتاب اللي فيه معلومات كتير قوي عن النحلة. وده هنا بصوا الايه الباب بتاعها. واو شفتوا هنا بقى دي النحلة بتاعتي، التوت تقعد تعمل كده بقى، وممكن هي تعضنا ونحطها بقى كده هنا. واو بصوا هنحطها بقى كده ونرجعها بقى ورا، وهي هي بقى تحس بايدي اول لما انا اجي عشان اكل الايه اخد منها العسل، تقوم جايه نازله وارصاني على طول. اهو كده بقى ظبطت اللعبه وحطيت بقى كده العسل هنا اهو ماشي، ولسه بقى حطيت العسل وحطيت بقى فيها البطاريات. اوكي وبعدين هنحاول بقى ان احنا نسرق الايه العسل من غير ما تاخد بالها. الله بصوا جامدة جدا 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 الفكرة بتاعتها. بصوا بقى حوالي عم بتعمل كده جامد قوي، اول لما بيجي قرب جامد جدا. بصوا يا مامي تبقى مرعبة جدا ومخيفة، لازم نحاول احنا ناخد واحدة. راحت النحلة عضتني يا مامي. بصوا خليت النحلة بترتعش ازاي. واو لا 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 لا، دي طلعت لعبة ممتعة جدا وبتخوف قوي. لازم نحاول احنا نسرق بقى العسل واحدة ورا التانية من غير ما النحلة الكبيرة دي تاخد بالها مننا. الله لا دي طلعت فعلا لعبة مرعبة جدا ومسلية وممتعة جدا لينا احنا واصحابنا. اتمنى يا اصحابي ان هي تكون عجبتكم. بليز قوليلي في الكومنتات رأيكم فيها، وبليز متنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات عيب الاطفال. توحشوني يا اصحابي، باي باي.